دعوني مشاهدينا أنتقل بالمتابعة إلى الإسكندرية مع محمد الخطيب. محمد، الصورة لديك في المدرسة التي تتواجد بها. بعد تحية، بالفعل يعني بداية ممتازة جدا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في محافظة الإسكندرية. يعني كما نتابع معكم، يعني خلف يعني أو خارج اللجان يوجد عدد كبير من المواطنين الذين يعني كان لديهم حرص كبير على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، ومشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية. نتحدث عن يعني أعداد كبيرة من الشباب الذين تواجدوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، هذا بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي تدعم بالتأكيد يعني وتحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. نتواجد معكم الآن من داخل يعني مقر الانتخابي لمدرسة محمود سامي البارودي، والتي استعدت لاستقبال الناخبين منذ الصباح، هذا طبعا بالإضافة إلى تواجد القضاء في أماكنهم وفي الوقت المحدد بالتأكيد في الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين وتقديم لهم كافة التيسيرات والتسهيلات لإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان. أيضا على الجانب الآخر من الانتخابات نتحدث عن التسهيلات المرورية، يعني بالتأكيد يعني نلاحظ دائما يعني جهود كبيرة لرجال الشرطة بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل عملية يعني انتقال المواطنين من خلال الشوارع والميادين وعدم حدوث تكدسات او زحام يعيق من يعني وصول الناخبين الى اللجان الانتخابيه. محافظه الاسكندريه هي بها كتله تصويتيه كبيره لا يستهان بها، نتحدث عن 4,300,000 ناخب من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، بها 18 لجنة عامة وأكثر من 340 مركز انتخابي و530 يعني لجنة فرعية، هذا بالإضافة إلى حوالي 36 لجنة للمغتربين طبعا لكي يدلي بأصواتهم في هذا الاستحقاق. إذن هنا المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من صباح اليوم في محافظة الإسكندرية هو يسير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب. يمكن الجديد اليوم هو بعض المسيرات التي خرجت في الشوارع والميادين بالقرب من محافظة من مبنى محافظة الإسكندرية والشوارع المجاورة، لطبعا لحث المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا طبعا يعني هو يعني عرف يعني يسود الانتخابات الرئاسية، يعني به حالة من السعادة وحالة من الفرحة وحالة من الحث وحالة من التشجيع للمشاركة للانتخابات الرئاسية. لكن المشهد الانتخابي بشكل عام يسير بشكل يعني منتظم جدا، الجميع ملتزم، الجميع حريص على المشاركة في العملية الانتخابية بما لا يعيق طبعا مخالفة القانون، وبالفعل يعني بالأمس لم نرصد أي مخالفات قانونية سواء من الناخبين او من ذويهم، والجميع هنا يعني يكون حريص على المشاركه. يعني لاحظنا ايضا وجود بعض العائلات التي تتواجد وتاتي الى اللجان الانتخابيه سواء كانت يعني بشكل فردي او بشكل جماعي للمشاركه والادلاء باصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. يمكن نعم. هذا هو المشهد لدينا يعني في الساعات الاولى في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسيه. اشكرك جزيلا محمد الخطيب، ناقلا الصوره من الإسكندرية.